قمة الليغا، قمة الكبار، التعبيد إلى طريق الدوري، دوري رقم 35 ينطلق من الآن في أسبوع مهم جدا للميستر كارلو أنشيلوتي. ريال العاصمة، ريال إسبانيا، ريال أوروبا، ريال القرن يلتقي في استاد رامون سانشيز بيتخوان الفريق الأندلسي الصعب نادي إشبيلية في مباراة الاقتراب أكثر فأكثر من الدوري. إذن انطلاقة المباراة بلحظات. الفيوتشر بالون دور كريم بنزيما يستحقها ويستاهل. الريال يختار للتشكيل تيبو كورتوا، فالفيردي، 20 فينيسيوس جونيور، درجة مرة أخرى لوكا مودريتش في وسط ميدان مارسيال والدفاع كلين شيت. هل ينجح الريال في الانتصار؟ هذا ريكوس الكرة صعبة يراوغ مودريتش يدخل بسهولة. لا بكل البطولات أنشيلوتي لم يتعادل لو تحققت خلاص الليغا رقم 35 وصلت. كرة طويلة والدفاع تيوتيبوني بالنسبة لي أنا لمرينجي هو يورغان كلوب ويورغان ميشيل المخضرم الريكورد نافاس كوراس يرجع الكرة خطيرة مارسيالو جول الكرة الأولى بالخطورة عبر الكرة عن طريق بنزيما والتسديدة من كامافينجا. الأكثر انتصار 22 فوز الأقل يسجل الملك بنزيما للطريق مودريتش بابا تيكي أتاك على الطريق هنكم وتحداكم يمشي الريال كريم يا بي سبورتس والفريق وكل الملاحظين الوسط الدفاعي يكملوا دييغو كارلوس درجة توسيع خطيرة والكرة متكاز ويمشي فينيسيوس جونيور بيمن على هجوم الميرينجي الملهم لهجوم ماذا ستكون على اليمين وفي الشبكة حتى في اليمين وفي الشبكة ماذا قلت لكم ستغرس على اليمين وفي الشبكة إيفان إيفان الرهيب يفتح لتاك أقوى دفاع ضد أقوى هجوم أقوى دفاع في الليتيتش لعب الكرة نباس والباس كورونا فرصة والهدف الثاني لإشبيلية جول سيناريو تشيلسي يتواصل سيناريو البلوز يتكرر إيريك لاميلا اللندني القادم من توتنهام بنزيما مش ممكن حتى الكرة كاروس يشيلها لكن الكرة الثانية هي المشكلة فالفيردي غابيليتاو شفتوه يعطي في الدروس وقداش يغلط هذا واحد في هذا الشوط يلزم يسجل هدف في نهاية الشوط الأول أكونيا 1-2 التسديدة العرضية يدافع مليح الكرة طويلة ولكن الدفاع هو عهد كريم بنزيما هذا باص يدافع مليح والكرة خطيرة للفة من الجميع بونو يغلط بونو يحط الكرة 2-0 على ريال مدريد درجة كرة في خريق راكيتيتش بعيدة في الوسط شوف الروح إيرلاينز اسمه راكيتيتش كامافينجا كرة مكشوفة بالتالي كريم بنزيما يدخل كريم عرضية مودريتش الفاسكيز والديف الكل يقتبس فكرة بيب الكرة ترجع من الأبيض الاستسلام إلا قميص والأبوم سيناريو آخر يكتب فينيسيوس عرضية والدفاع لوكاس فما شوف سايد على ما يبدو فاسكيز ولياد الريال يضرب بنزيما أول كرة تجاوز ميلان 93-94 فاسكيز يعدي الكرة والراكيتيتش موجود حلوة كارفاخال أحلى عرضية وجول المرينجي ريال مدريد ماذا قلت لكم لم يخسر الأبيض بعد لم تنكسر الملوك بعد 2-1 عالمي الريال ضع فيها كوندي كعك انطلق رسميا في استاد رامون سانشيز العرضية رأسية وفرصة الهدف الفنية عرضية رد بالك يا دييغو يا كار جديد كرة خطيرة ميليتاو بالرأس من الدفاع أمام كارفاخال نباس ترجع كرة للريال انهبت رياحك فاغتنمها في فاول حط بدلو بالكي يورب جونيور من حيان المدافع كرة برشا خطيرة والتماس للبيس ولوكا مودريتش يوصل بنزيما في الوقت الحالي ولا سيسار على كرة بعيد على بنزيما بعيد الكرة مودريتش يعطي كرة كريم بنزيما وضيع الكرة وكرة صعبة وفينيسيوس جول ولكن الحكم يرضي يقول لمسة سنرى القرار من الفار سنرى القرار حتى الكرة بنزيما مودريتش وآخر الكرة وسط الميدان كريم مودريتش ميليتاو
كي بالله يا ميليتو. صعيبة برشا. مرة أخرى كرة خطيرة، الهربة من رودريك ضيع، وفرصة للتعادل. مونتادا أخرى تقترب بعد باريس، باش يسكر عليه، تعدى نافاس وضيع الكرة، يلعب الكرة مع كريم يشوط جول مش ممكن. أحلى كرة ملكية، كرة ملوك، يخترق إشبيليا، ترجع عرضية، كارفا يلعب كرة جول 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 جول. النقطة خير من بلاش، دخل لي ناتشو، جيب الناتشو، هات الناتشو، يحيى ناتشو. حتى ناتشو مودريتش وفي خطأ، في خطأ واضح على إيه، يحط الكرة، يضغط، تمشي كرة بعيدة على نافاس على اليسار، وكرة بابا الدخلة، رودريجو بنزيما جول 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 جول. كريم بنزيما، ماذا قلت لكم في أول لقاء؟ بنزيما سيكسر الشرة ويسجل في البيت خوانا. كريم بنزيما، ماذا قلت لكم في أول لقاء؟ بنزيما سيكسر الشرة ويسجل في البيت خوانا.